تقال. شيكابالا راجل بعيد ما جاش ناحيتك، مش هيجي من نفسه كده يجري وراك، صح ولا انا غلطان؟ هو ممكن. شوف انا بقول الكلام ده بقول لحضرتك اهو، انا بفهمك اهو. نعم، اول مره انا عمري ما اتكلمت في الموضوع ده بصراحه. شيكابالا شخصيه محترمه جدا، تمام. هو اللي استقبلني في على البرتغال، فكره انا بقول لحضرتك اهو، هو اللي استقبلني في البرتغال لما رحت سبورتنج، جالي المطار يا سلام، حاجه محترمه وانا كنت لسه صغير. نعم، وهو شيكابالا يعني ما شاء الله، يعني حجمه وتاريخه، لا يعني مع الزمالك شخصيه محترمه جدا. هو ممكن يكون في وجهه نظري ان انا رايح احتفل مع الجمهور بطريقه جمهوري، ممكن يكون سمع ان انا بتكلم او بحيي جمهوري او بتكلم بشجع الاهلي بطريقه مثلا اكتر اوفر، او اسلوبي مثلا اجريسيف شويه او ناشف، فممكن يكون هي ضايقته في وقت ان هو فعلا ممكن يكون كان متضايق. هو بس مضيع البنالتي طبعا. انما هو ليه وجهه نظر، هو ممكن يكون غيران على فرقته، ده حقه، نعم، غيران على ناديه، ده حقه، لان ده هو بالنسبه له طبعا نادي رقم كابتن واحد نادي الزمالك بالظبط. ورمز نادي الزمالك. فانا حتى ما وقفتش اتخانقت مع، انا لو عايز مشاكل كنت وقفت اتخانقنا مع بعض بقى بس انت ما وشدينا. وجهتلوش كلام خالص. لا انا كنت بشجع بشجع فرقتي وبشجع جمهوري بجري. فممكن يكون هو يعني شاف الاحتفال ده بطريقه مش حلوه، انك تشجع ما بطريقه رمتش كلمه وانت اجريسيف. رايح. لا هو يسمع. لا 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 ما رمتلوش كلمه. لا لا، هو بس ممكن يكون اتضايق من طريقه الاحتفال او العصبيه، او ان انا كنتش متضايق فعلا، ان انا كنت مبسوط جدا ومضغوط، ان انا حقك انك ماتش تتبسط. السوبر هو كنا بس خسرانين زي ما انت قلت كان من 6 ايام وبعديها مشدودين. كسبت، فانت مشدود جدا فالطريقه بالاحتفال بالفرحه. فانا بس عملت رساله للجمهور النادي. حصل اي تواصل ما بينك وبينه لا لا بعدها لا، ما حصلش خالص تواصل. لا يعني؟ لا لا، ما حصلش لكن انت تواصل. بتؤكد انه الراجل استقبلك في البرتغال، ايوه الراجل محترم جدا راجل معايا، كان الراجل جميل بيتعامل معايا معاك كويس، وانت كل ما موجود بيقابلني هناك. في كل ماتش بنسلم على بعض، بنحترم بعض، ما فيش حاجه عمرها حصلت ولا هتحصل ولا اي حاجه خالص. بالعكس الراجل قمه في الاحترام معايا. يعني اول ماتش بعد كده هتقابل شيكابالا كويس ما ان فيش شاء الله. مشكله طبعا، بالعكس بالعكس، اكبر مني سنا واكبر مني مقاما، فهحترمه طبعا بالعكس. شيكابالا الحقيقه من وجهه نظري انا الشخصيه، يمكن بعض الاهلاويه زعلوا، يعني انا شخصيا ما بحبش شيكابالا، عشان بس تبقى القصه واضحه، ما اشوفش لعيب منه الا كرة كل خير وكل احترام كبير وكل يعني. ادب يعني، وراجل رمز كبير برضو لنادي الزمالك. فرامي بيؤكد انه اطلاقا لم يقصد اي شيء ناحيه شيكابالا، وده اللي انا نفسي فيه دايما، انه تبقى العلاقه طيبه بين الجميع، نتنافس من اجل الفوز، من اجل المكسب، من اجل الانتصار، لكنه يظل الاحترام قائما بيننا وبين بعض دائما وابدا.